اتجاه مدني جوا، ما في ما وقف ماشي مدني جوا، ماشي ماشي جوا مدني، جيش متحرك ما في ولا كلمة. بهناك الشرق مدني الطيران اشتغل فيهم مسيرات، جغمت كمية من التاتشرات، كمية من الناس المرتكزين منهم، كمية من الناس الدارين يعملوا عملوا لهم كماين، كله 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 جغم الليلة من الصباح، الطيران ما وقف. والآن الطيران شغال، الميج برضو شغال، هناك المسير وقف، الميج اشتغل شغال، ما في شغل 24 ساعة، يعني ما في وقفة ولا في تسمع وقفنا ولا ما وقف. هي مفروض احنا حسب الحاجة اللي كنا عارفينها انه ليه رابعة العيد الموضوع بينتهي، لكن الحصل الاول اللي حصل في المحور بتاع الشريك ده اللي عطل الشغل، وبأمانة دي الحقيقة. احنا الاتفاق الحاجة اللي عارفينها رابعة العيد بيسلموا مدني، لكن الحصل في شرق الجزيرة ده اللي سوى الشغل، ده اللي بوظ الخطة وبوظ لما رجعوا وعادوا الشغل ورتبوا نفسهم واشتغلوا الشغل الزي. لكن دي الحقيقة، الحاجة اللي كنا عارفينها للرابعة، وشغل ماشي كان كويس، والناس دي وصلوا على بعد 11 كيلومتر من مدني، الناس دي ما تخزلوا إلا في اللحظات الأخيرة، والنتيجة تحت الخزلة لا مناوي لا وناس مناوي كلهم قلوبهم على الوطن وشغالين، وقدام كل الناس شغالة وطن، لكن في خطط ما نفعت. مفروض الخطط دي يكون فيها شغل تاني غير الناس تمشي للاستطلاع القديم وتودي لك خمسة تاتشيرات ستة، دخل له عندك مسيرات عيونك قدام، عندك مسيرات بتراقب لك قدام بتمشي انت على مية بيضة. يعني حتى الشغل الحصل في الشرق ما عنده، ما في زول عنده بعلاقة ولا مناوي باع وطن ولا بيع، لانه عارف الآن مناوي لما جاء بكامل وعيه وبكامل قناعته، والكلام اللي قاله والله العظيم الخطاب اللي قاله مناوي أنا أختلف معه جدا، وأختلف معه في حركته وفي كل الحاجة، لكن قسما بالله الكلام اللي قاله والدفاع عن أعراضنا والله ده أنا أمسكه لليوم الدين، حاجة كويسة جدا 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 جدا. زي ما يا جماعة نحن بنقول الحاجة الكعبة وبندق فيها، الحاجة الحلوة ليه ما بنقولها وما بنرضى؟ ليه ما بنرضى؟ الحاجة الحلوة لما زول يقول كلام حلو ليه ما بنقبله؟ الكلام اللي قاله مالك عقار ده اختلفت معاه ودقيته كثير، لكن الكلام الأخير اللي قاله وقال لي ناسه أنتوا تحت إمرة الجيش وإحنا ما عندنا ما تقولوا حركة، أنا الكلام ده ما ياهول قاعد أقوله ذاته. ده ياهول كلام الدايرينه نحن. هذا الكلام ده أنا ما بقدر أجيبه في صفحتي وأنشره ولازم الدنيا كلها تعرف كلام عقار؟ لازم. ليه؟ لأنه كلام بيمثلني. وإحنا نختلف معاه في التجنيد وفي اي حاجه، لكن الان ده وطن، الاختلاف من الاول في الفكره، لكن لما بقينا في امر واقع ثاني ما في اختلاف، ما بنختلف، ننتهي ننتصر. ثاني يوم تلقاني هنا طوال يا جماعه ده ادمجوا لنا الناس دي، الليله ننتصر ثاني يوم شكرا لكم ونحتفل معاهم خلاص، يلا ادمج طوالي ما دارين نشوف حركه خلاص. يا جماعه زي ما في حاجه بنطلع ننتقدها ونتكلم فيه، وفي حاجه حلوه بنقولها له، نحن ما شايلين الزول مقاوله ماخذين مقاوله نجي نجيبه هنا نخته ونقاول فيه ندقه، لا لا، زي ما بيصنع الكعب وبندقه بيصنع الخير، وبنقول تمام التمام وبنقول له ممتاز وبنقول له كلامك ممتاز والله العظيم. ودي الحقيقه، الكلام اللي قاله مالك عقار الاخير ده كلام فرحني شديد جدا جدا، اقتنحت بحاجات انه باذن الله تعالى البلد حتجي، وبعد ما تجي البلد كان كل الدمج ساهل جدا، لأن الناس بقت الآن كلها خايفة على شنو؟ خايفة على وطن. لأنه لو ما في وطن ما حيكون في أي عقار، ولا حيكون في برهان، ولا حيكون في كباشي، ولا حيكون في سلام جوا، ولا حيكون في جوا ذاتها. عشان كده الناس كلها في شنو الآن؟ هم وطن، يجي الوطن. يجي الوطن وبعدين نتحاسب. يجي الوطن وبعدين نقعد. يجي الوطن وبعدين نقول. يجي الوطن وبعدين نرفض. يجي الوطن وبعدين نتكلم. ما مشكلة. لكن ما بنحمل لنا زول فيه ونقول والله كلهم والله وقفوا الان، الماضي ذاك فات، نحن زي ما قلنا هي زول معانا وكاتل والان ده معانا حقنا، ليه ندافع عنه؟ زي ما بندافع عن البراء، زي ما بندافع عن هيئه العمليات، زي ما بندافع عن الامن، زي ما بندافع عن الشرطه، بندافع عن الحركات، بندافع عن الناس اللي بتتكلم الكلام اللي بيفرح اللي بيودي لقدام. ودي الحقيقه، دي الحقيقه. براون قامت فيها حملة ووقفنا، ليه؟ لأنها بتمثلنا. بتمثلنا ونص خمسة. ولا بنجادل، بتمثلنا وما قصروا ووقفوا.
الحركات الآن واقفة قدامه في الصف الأول وبتكاتل بتمثلنا، كلام ده بمثلنا، خطاب ده بمثلنا، أفعاله بتمثلنا، عشان الناس ما تقعد تتكلم ساري. عندنا الخاين، عندنا في الجيش الخاين كان، وعندنا في الشرطة الخاين، وعندنا مواطنين خونة. يعني الخيانة دي ما حتلقى مجتمع نظيف، أكيد حتلقى هنا خاين هنا خاين، لكن العبرة بالخواتيم. الناس تقول الحق وتقول الصح، وفي كلام بيتقال وفي كلام ما بيتقال، وحتى لو حاصل ما بيتقال، ما وقته، بيجي وقته بيتقال، لكن لكل مغام مغال. الناس ما تشرع، الناس ما تقعد تزرع في الفتن، الناس ما تسوق الناس بالخلا عشان تدافع عن سيدة تقعد تخرج لها فتنة تدمر بلد كاملة وتدمر وطن كامل. إما أنت راجل تقول الحق، إما تصمت زيك وزي أختك. يا تبقى راجل تقول الحق، يا تصمت زيك وزي أختك. ما مجبور، ما في زول قال لك تعال تكلم باسم وطن، الوطن ده ما حق أبوك ولا جابه أبوك، الوطن ده حقنا كلنا. يا تبقوا رجال تتكلموا تقولوا واحد اثنين ثلاثة أربعة، والشغلة ما محتاجة زول يوعيكم، شايفينها بعينكم، شايفين بعينكم. يا ما تتكلموا في الناس هاي، انتوا ما قدرتوا اتكلمتوا في الغلط الفوق، ما بتقدر تدين اي زول تحت، ما بتقدروا تتكلموا في اي زول تحت. لو اتكلمتوا في الفوق ودنتوا الغلط ودنتوا الشغل الخطا، تعالوا اتكلموا في التحت. التحت ده ما تتكلموا فيه، نبقوا رجال تكلموا في سيدكم الفوق، وبعدين تعالوا تكلموا في التحت. ما فيها لف ولا فيها دوران، كذب ولف ودوران ما في. الوضع ممتاز يا جماعه، شرقي مدن الطيران اشتغل، في تقدم، الجيش متقدم من كل المحاور. مدني جوا امس اتدقت ثلاثه طيران في مناطق معروفة هنا، من ضمنها قدام الغمصيان الطبي وتاني منطقة، وثلاثة مناطق انجرموا فيها كمية بتاعت عربات، عربات اللي هي العربات العادية دي، وفيها جنجويد انجرموا. أغلب الجنجويد في مدني طلعوا، أغلب الجنجويد في مدني طلعوا، لأنه الجيش بقى جنبه وممكن في أي وقت يجيهم. وحتى جوا مدني الآن بيشوفوا مناظر بشعة، الواحد بيفتح البيت بيلقوا حاجة، بيشوفوا اللي نايم بيلقوا جماعتهم كلهم دنيا زايد، بيلقوا شغل توضيب سلخانة مسالخ شغالة جوا. عشان كده الآن فروا. وين مشوا؟ مشوا أمس زي ما قلنا لك تنبول، والحصل في تنبول الليلة كمان كلام. أغلب الناس اللي كانوا مع كيكل المجندون بالرجالة كلهم شردوا، أغلب الناس اللي مع كيكل المجندون بالرجالة شردوا، شردوا عديل. الليلة قاموا من الصباح كل ذول كبرة وبالباب الورع شير يا جماعة، لأنه في بلاغات شير يا جماعة. أغلب الناس المعاكي كالأسرع الكلام ده، الناس الثمانين تاعت شر اللمس أغلبيتهم صيّوا ومشوا، كبروا بالباب الورع، لأنه عرفوا بعد كده الموت جاي. إما أنت راجل تقول الحق، إما تصمت زيك وزي أختك. يا تبقى راجل تقول الحق، يا تصمت زيك وزي أختك. ما مجبور، ما في زول قال لك تعال تكلم باسم وطن، الوطن ده ما حق أبوك ولا جابه أبوك، الوطن ده حقنا كلنا. يا تبقوا رجال تتكلموا تقولوا واحد اثنين ثلاثة أربعة، والشغلة ما محتاجة زول يوعيكم، شايفينها بعينكم، شايفين بعينكم. يا ما تتكلموا في الناس هاي، انتوا ما قدرتوا اتكلمتوا في الغلط الفوق، ما بتقدر تدين أي زول تحت، ما بتقدروا تتكلموا في اي زول تحت. لو اتكلمتوا في الفوق ودنتوا الغلط ودنتوا الشغل الخطا، تعالوا تكلموا في التحت. التحت ده ما تتكلموا فيه، نبقوا رجال تكلموا في سيدكم الفوق، وبعدين تعالوا تكلموا في التحت. ما فيها لف ولا فيها دوران، كذب ولف ودوران ما في. الوضع ممتاز يا جماعه، شرقي مدن الطيران اشتغل، في تقدم، الجيش متقدم من كل المحاور. مدني جوا امس اتدقت ثلاثه طيران في مناطق معروفة هنا، من ضمنها قدام الغمصيان الطبي وتاني منطقة، وثلاثة مناطق انجرموا فيها كمية بتاعت عربات، عربات اللي هي العربات العادية دي، وفيها جنجويد انجرموا. أغلب الجنجويد في مدني طلعوا، أغلب الجنجويد في مدني طلعوا، لأنه الجيش بقى جنبه وممكن في أي وقت يجيهم. وحتى جوا مدني الآن بيشوفوا مناظر بشعة، الواحد بيفتح البيت بيلقوا حاجة، بيشوفوا اللي نايم بيلقوا جماعتهم كلهم دنيا زايد، بيلقوا شغل توضيب سلخانة مسالخ شغالة جوا. عشان كده الآن فروا. وين مشوا؟ مشوا أمس زي ما قلنا لك تنبول، والحصل في تنبول الليلة كمان كلام. أغلب الناس اللي كانوا مع كيكل المجندون بالرجالة كلهم شردوا،
اغلب الناس اللي معاك هيكل المجندهم بالرجاله شردوا شردوا عديل الليله قاموا من الصباح كل ذول كبره وبالباب الورا شير يا جماعه لانه في بلاغات شير يا جماعه اغلب الناس اللي معاك هيكل اسرع الكلام ده الناس ال 80 تات شر اللمس اغلبيتهم صيجوا ومشوا كبروا بالباب الورا لانه عرفوا بعد كده الموت جاي